تعديل السيارات شيء جميل وممتع، ولعل معظم عاشقين التعديل والسيارات ينطربوا بالأصوات الجميلة اللي تطلع من الأكزوست ويستمتعوا باللوحة الفنية اللي ترسمها النار وهي طالعة على الألحان تعطي هيبة للسيارة. مشروعنا اليوم يتكلم على هذا النوع من الفن، فيلا اربطوا أحزمة الأمان. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة الورشة. باش نصمموا اي مشروع اول شيء خلينا نقسموه لنقاط رئيسيه ونحللوه نقطه نقطه. المطلوب صوت من الاكزوست ونار. باش نتحصل على النار نستحقوا ثلاثه حاجات اللي هما الهواء او الاكسجين والبنزين والشراره. مصدر النار او الشراره حيكون شمعه الاحتراق. مبدا عمل شمعه الاحتراق قائم على تحويل الكهرباء من جهد منخفض اللي هو 12 او 14 فولت في حاله السياره الى جهد عالي اللي هو فوق ال 20000 او 40000 فولت، وتحدث ما يعرف بالارك او الشراره. لكن باش نحولوا كهرباء السيارة اللي هو 12 أو 14 فولت إلى كهرباء عالي 20 أو 40 ألف فولت راح نحتاج ترانسفورمر أو محول أو كويل أو بوبينة. وطبعا زي ما عارفين مبدأ عامل الكويل أو ترانسفورمر عشان يحول من الكهرباء جهد منخفض إلى جهد عالي لازم الكهرباء يكون متردد. وبما أن مصدر الكهرباء عندنا في السيارة 12 أو 14 فولت دي سي أو كهرباء ثابت فراح نستحقه إلى طريقة باش نحولوه من كهرباء ثابت إلى كهرباء متردد. وفي عدة طرق باش نحولوا التيار الثابت إلى تيار متردد، واليوم نستخدم طريقة بسيطة ومشهورة عن طريق التايمر الشهير 555. ونظرا لفي وقت الفيديو المحدود بدون الخوض للتفاصيل متاع الدارة راح نخليكم على سكيماتيك أو تصميم الدارة موجود في الشاشة قدامكم، والطريقة بسيطة تقدروا تبحثوا في الجوجل وراح تلقوا هلبة تصاميم. في نقطة هنا يجب مراعاتها عند تصميم السيركت أن التي أون أو الوقت اللي يكون فيه السيجنال هاي تكون فيها عالية لازم أو يفضل أن الوقت يكون أكثر من 10 ملي سكند باش الكويل تشحن كويس، وهو الوقت معروف بالدي ويلز تايم. وطبعا لما السيجنال تكون لو أو جراوند هنا الشرارة راح تحدث. وبعد ما التصميم جاهز نقدر نركب لوحة على البريد بورد، اللوحة البيضاء زي تشوفها، أو نلحموها على دارة أو نقدر نطبعها على بي سي بي زي ما درت أنا. والموضوع بسيط جدا، كل ما عليك بعد ما تتم تصميم الدارة متاعك ترسل الملف الى شركة جي ال سي بي سي بي واللي راح يطبعوا لك الدارة على بي سي بي بجودة عالية بسعر دولارين فقط. وتوا خلي نركب الكومبوننتس في الدارة ونرحموهم. وهذا الشكل النهائي للدارة، خلي أول شيء نجربوها ونركبوها في السيارة. كل شيء شغال تمام، وتوا نخليكم عملية تركيب في السيارة.
تمام مشت الامور زي ما شايفين، تم التجربه بنجاح وحصلنا على سبارك من الاكزوست. ونجو تو النقطه الثانيه اللي هي نبي نطلع البنزين من الاكزوست. شرح سريع: الاصوات الجميله تطلع من الاكزوست والمعروفه بالتفتفه هي دائما تظهر عند الدعس على بوابه الوقود على خير، لان محرك سياره مصمم يعمل عند سرعه معينه، واذا فات السرعه هذه راح تصير ضرر كبير للمحرك. فشركات تصنيع المحركات يخلوا فيه يعمل عند سرعه معينه ويتحكموا بالسرعه هذه، اما عن طريق ان بعد ما يوصل سرعه يفصل عليه سبارك او يفصل عليه الشراره علشان ما تصيرش احتراق في الدوره اللي بعدها، او يفصل عليه الفيول انجكتور او رشاشات البنزين برضه نفس الشيء علشان يوقف السرعه المحدده. السيارات القديمه موديلات التسعينات وقبل التسعينات كان طريقة يتم ميكانيكيا عن طريق فصل الكهرباء عن طريق الديستريبيوتر، بينما السيارات الحديثة يتم فصل الكهرباء على رشاشات الوقود باش المحرك ما يفوتش السرعة المعينة. لكن بما ان في المشروع متاعنا المطلوب هو ان الوقود يطلع من الاكزوست، فراح نصمم دائرة ان تفصل الكهرباء عن البواجي او سبارك او الشماعي، وبالحالة هذه ان الوقود اللي راح يدخل السلندرات مش راح يحترق وراح يطلع يكمل طريقه للاكزوست تفتفى معروفه بالريف ليميتر. فالجهاز اللي بنصممه هو عباره عن ريف ليميتر حكمه عن طريقه في حاجتين: الحاجه الاولى هي نحدد سرعه المحرك اللي نبغاها يوقف عندها، مثلا 1000 او 2000 او 3000 او 4000 ار بي ام او غيرها، والشيء الثاني نتحكمه في المده او التايم او الديلاي عند المحرك يفصل عندها، والشيء هذا هو اللي يعطي صوت البانج او صوت الانفجار. تو نشوفه لاحقا عملي وراح تكون الصوره اوضح. إذا الانبوت اللي مستحقولها أو الإشارة اللي مستحقولها في الدارة هي عبارة عن سرعة المحرك. وعن طريق بحث سريع في الجوجل على وحدة الاشتعال أو الإجنيشن موديل الموجودة في سيارتي، وزي ما شايفين في الصورة هذه سكيماتيك أو الوايرات تبعها، واير النبوة مبدئيا هو واير مكتوب قدامه تاكوميتر أو هي سرعة المحرك. فخلينا ناخذ الواير هذا ونربطه بالأوسيلوسكوب ونشوف الإشارة اللي تطلع منه. زي ما شايفين قدامكم الأوسيلوسكوب مربوط باللابتوب أو الكمبيوتر ومربوط بالسيجنال او الاشاره اللي جايه من التاكوميتر اللي تكلمنا عليها سابقا، ونشغله المحرك. زي ما شايفين الصوره واضحه والاشاره واضحه قدامنا مع تشغيل المحرك، وهي عباره عن اشاره تردد. ازداد التردد او الفريكونسي مع زياده عدد دورات المحرك، يعني لما نعفس على البنزين سرعه المحرك تزيد والاشاره تتغير وتنزاد زي ما شايفين قدامكم. وبعد ما عرفنا طبيعة الإشارة اللي جايتنا من المحرك واللي هي فريكونسي، نبي نحوله الفريكونسي هذا إلى فولت يزداد وينقص مع زيادة الفريكونسي، ونتحكمه في الأوتبوت متاعنا أو مخرجات الدارة بناء على الفولتج اللي هو يمثل الفريكونسي اللي هو يمثل سرعة المحرك. وباش نقوم بالعملية هذه بحث سريع عن جوجل كيف نحوله فريكونسي إلى فولتج، طلعنا في نتيجة البحث طول الآي سي المشهورة اللي هي LM2907 أو LM2917، وهذا داتا شيت متاعها. نقرأ الداتا شيت ونشوفوا طبيعة الاي سي ونقراها ونفهمها بسرعة. واحسن ما فيه الداتا شيت يعطيك جميع المعلومات اللي تبي تعرفها على الاي سي، ويعطيك حتى السيركتات والتصميمات اللي تقدر تستخدمها عن طريقها. فاخترنا التصميم الاول هذا اللي هو المطلوب، وباش نختبره ونجربه الدائرة اول حاجة ركبنا الدائرة على البريد بورد، واستخدمت اردوينو فقط لكي يعطيني اشارة نفس الاشارة تطلع من المحرك بعد ما شفنا اشارة المحرك وعرفناها. فهنا الاردوينو يعطيني اشاره زي الجال المحرك فقط باش نختبره بها، وزي ما شايفين النتائج قدامكم هذه الفريكونسي والاشاره اللي هي المفروض جايه من المحرك، وهذا الفولتج والاوتبوت اللي هو طالع من تشيب LM2907. وزي ما شايفين كيف العلاقه الطرديه مع زياده الفريكونسي يزداد الفولت، ومع نقصان الفريكونسي ينقص الفولت. وخلي توا نركبوا الدائرة ونرحموها، والفولتج اللي يطلع راح نقسموه باستخدام فولتج ديفايدر. طبعا هنا نقطة من التقسيم ان نحدد تريش هولد معينة، في التريش هولد هذه نختاروا الاكشن والحركة اللي نبغاها. وفي الحالة هذه الحركة اللي بنسواها بعد ما يوصل تريش هولد معينة هي انا بنطفوا الكهرباء على البواجي، ولما تفصل الكهرباء على البواجي زي ما شرحنا سابقا رشات البنزين راح تعطي بنزين. وبدون خوض في التفاصيل نخليكم مع سكيماتيك او تصميم الدارة الوضع في الصورة قدامكم واللي يوضح توصيل الدارة. وطبعا لو عندكم اي اسئلة او استفسارات اهلا وسهلا تفضلوا على الخاص، غير علشان وقت الفيديو ما فيش وقت طويل باش نشرح. وفي الشق الثاني من الدائرة استخدموا ال 555 تايمر مع بوتنشال ميتر نحددوا بيه تايم ديلاي او الجاب اللي تكلمنا عليها، واللي هي مسؤولة عن صوت البوم اللي يطلع من الاكزوست.
يعني لما نغيروا بوتنشال ميتر، التايم او الوقت اللي يفصل فيه الكهرباء على البواجي يتغير، وبالطريقه هذه راح يتغير تاثير الصوت اللي يطلع من الاكزوست، وراح تتغير المده، وراح نشوف مع بعض كيف يصير الموضوع هذا في الفيديو عمليا. وهيك الدارة جاهزة للتركيب، يلا خلينا نجور ركبها في السيارة. طبعا عندنا 5 اسلاك طالعين من الدارة، 2 اللي هم 12 فولت او الفي سي سي والجراوند، وثلاثة اسلاك تانيين واحد منهم عبارة عن سيجنال او الاشارة اللي جايتنا من التاكوميتر او المحرك اللي تعطينا سرعة المحرك واللي اختبرناها سابقا، والسلكين تانيين اللي هم مربوطات مع الاشارة اللي تمشي للبواجي. طبعا على حسب اختلاف تصميم السيارة، السيارة هذه فيها 4 بواجي لكن فيها 2 كويلات، كل 2 بواجي مربوطات بكويل واحد، معناها عندنا اشارتين يمشوا لـ2 كويلات علشان يشغلوا 4 بواجي. وباش نفصل الكهرباء عن البواجي بناخدوا سلكين من الكويلين وبنوصلهم بالدارة متاعنا، وطريقة الفصل هنا عن طريق تكون الاشارة نعطوها هاي، يعني في حالة الفصل الاشارة اللي راح تكون البواجي تروح لها هاي، وهنا نقطة مهمة جدا لازم تكون هاي او في سي سي ما تكونش لو، لان في حال تعطيناها لو هنا بنفصل الكهرباء عن البواجي او عن الكويل، والسبارك او الشرارة ممكن تحدث في اي وقت في التايم بتاع المحرك وقد يسبب ضرر كبير للمحرك، بينما في حال تعطيناها هاي هنا كأننا نخلو الكويل تشحن ومش راح تصير الشرارة الا لما ترجع لو، مش راح ترجع لو الا في التايم الطبيعي متاعها. الكلام ممكن يكون هلبة والفكرة مش واضحة، لكن وقت الفيديو ما سمحش نتكلم على الموضوع بالتفصيل، وان شاء الله راح تكون الفكرة اوضح اذا كان بحث في الجوجل او اذا كان عندك اي استفسارات تقدر تواصل معي على الخاص. يا سلام، وتو لحظة الحقيقة، كل شيء راك في مكانه وتقريبا كملنا كل شيء، يلا خلنا نطلع الشارع ونجربه. اول شيء تاكد ان مفيش بوليس بجنبك في الشارع، لان زي ما قلنا العمليه دي ممنوعه، ممكن في بعض الدول او معظم الدول مش متاكد بالضبط من القوانين، لكن العمليه بغض النظر انها ممنوعه مزعجه، فلهذا الافضل ان ما يكونش في حد جنبك من البوليس او حتى من عامه الشعب. خلينا نفصل على البنزينه ونوصل لمستوى الار بي ام او عدد الار بي ام اللي نبيه. زي ما شايفين مثلا وصلت لمستوى ما بين 3 و4 معين، وهنا في الحاله هذه نبدا نغير البوتنشال ميتر او المقاومه المتغيره حتى تصير عمليه الفصل عند المستوى هذا. يا جماعه الخير، الصوت جدا جدا عالي، اكثر مما تصوروا، لدرجه مش قادر نوصفها، وطبعا الفيديو مش راح يطلع الصوت زي الحقيقه، يعني فعليا صوته في الحقيقه بمستوى صوت الكلاشينكوف او مضاد الطيران، صوت جدا رائع وممتع صراحه. وتو راح نخليكم على النتائج، طبعا جربت غيرت الاعدادات اكثر من مره، وراح تشوف الفيديوهات كيف الصوت يتغير حسب تغيير الاعدادات اللي هم زي ما قلنا سرعه البار بي ام اللي يفصل عندها والتايم ديلاي اللي يفصل عندها، فجربت عده اعدادات وخليكم مع الفيديوهات وان شاء الله تحسوا بالمتعه.
كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لايك وتشتركوا في القناة ومنورين على المشاهدة.